كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه في مقدمة مودعي أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مغادرته مطار البحرين الدولي هذا اليوم بعد زيارة لمملكة البحرين أجرى خلالها مباحثات مع جلالة الملك المعظم تناولت العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني.